سلام. اهلا وسهلا بك الاخت، مرحبا بك، عايش يا اخويا. تفضلي. اخويا اني امرأة عندي اكثر من 22 سنة زواج. اها عندي مشكل مع شوية الزوج تاعي، انه انسان ما نقولكش انسان مش مليح، لكن عنده مشكل انه يحب انه يحكي بزاف مع النساء. شحال من مرة لقيته في مواقع التواصل، حتى يعني يتصرف تصرفات مش مليحة، يكون في رحلة ولا يخليني نروح يحكي، يكون يلقى واحدة يعرفها يخليني نروح يهضر معاها. للي يعني مدة درك 20 سنة وأنا صابرة صابرة، نفسيتي تعبت. شغل عندي طفيلة واحدة برك معاها بعد مدة 10 سنين بجيتها. شغل ما صح، نثبت من جربتي انك تحكي مع زوجك انك يعني تنهيه على هذه الطبيعة اللي فيه؟ كيف أخويا ما سمعتش. حاولتي انك تحكي معاه بشكل ودي، يعني انك تنهيه تقولي له حاولت عدة مرات وش كان يجاوبك؟ وحكيت وهدرت، ما قدرتش والله ما قدرت. نفسيتي دمرت لآخر مرة، دمرت مرة هيك. حاولت أن قلت رفضت نخلي له الدار ونمشي، ما فهمت، ما لقيتش، ما لقيتش حسابي. عيت ما فهمت، جات ربي عدة مرات، طلبت ربي أنه يهديه، ما فهمتش. كل مرة يدير يزيد يعاود نفس الغلطة، نفس الحكاية. نعم، عيت، نفسيتي دمرت من لأبعد حد، حتى ما لقيتش واش نقدر، ما قدرتش واش نهضر. نجاوبوها ان شاء نعم، الله. وش وشنو سؤالك الآن؟ وشنو سؤالك؟ ما لقيتش الحل، لازم نخليه ونمشي. نفسي ما نخليه الدار ونمشي، ولا نرجع لبيت دابا، ولا اني نكمل كيما هاك. عيت، نجاوبك ان شاء الله، ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يفرج عليك ويهدي زوجك ان شاء الله، ان شاء الله ندعو له ان شاء الله بالهدايه ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال، بارك الله فيك، ينصحك الشيخ الان. شكرا لك. نعم تفضل الشيخ. نبدا من النهايه، نجيبها من الاخر كما يقولوا. هذا الفكره نتاع هذه تلغيها من راسها كامل، نخلي له الدار والروح وكذا، لان هذه كارثه، وهذا تهديم بيت، وهذا التنازل عن عشره طويله وعريضه وكذا، هذا غير ماهوش حل، ماهوش حل وماهوش علاج وماهوش بديل ابدا. لكن حبيت نقول لها البيوت راها مليئه بمثل هذه الاشياء، والاخطاء راها مراتب، الاخطاء والمشاكل راها مراتب. اذا كان على مستوى الحديث برك كاين ناس هكا يعني مرض في الهضره، ويخلي الرجال وزملاء واصحابه وممكن يستمر، ولا قال جمله جملتين راه يكثر خيره، بينما من الجنس الاخر الزميلات في العمل ولا كذا يسترسل ويهضر ويقصر، هذا مرض هذا في الإنسان. لماذا إذا جاءت صداقة مع أخ، مع زميل في العمل، مع جار، تولي الحديث كأنه بالجرام، كأنه يخلص عليه؟ فإذا كان معه هذا غير مقبول. ولكن هذا المستويات الدنيا إذا كان أخطاء على مستوى التواصل، على مستوى الحديث، على هذا هذا هذا, هذا مرض، ولكن النسبة نتاعو صغيرة. تبقى بعد ذلك لو كان تكون فيها كلام ومحادثة وتواصل في منصات التواصل الاجتماعي، ثم معاودات ولقاءات، هذا خطر جدا. ثم كاين أخطاء، فهي راها تعرف والمشاهدين كلهم يعرفون أن كثير من البيوت الزوجة تعلم يقينا أن زوجها راه واقع في مطبات وأزمات، وربما العكس ايضا، ومع ذلك شادين الجمره لاضين لها صدرهم وصابرين، ينتظرون، مش راضيين بهذا الوضع، ينتظرون اي فرصه للنصيحه، اي فرصه للمعالجه، اي فرصه يعقل هذا، او ربما اي فرصه يضرب ضربه يستفيق هذا الانسان، يستفيق ضميره بعد ما يتشحط كما يقولوا، يعرف باللي هذا كانت اخطاء. وهذا موجود في الحياه. نعم. انه ممكن يصحح والمسار نتاعو يلغي هذه الصداقات وهذه، لانها ما هيش راح تؤدي الى خير. نعم، شكرا لك.